حنا الناس اللي كيجروا الدواب، الكروسه على الدواب، العربات على الدواب في مراكش. حتى تعرفوا مراكش بالله راه كله هو تراب وهادشي، تعرفوا العام وكل شيء. تتفاجئنا والبارح بالليل مع العشره مشينا عند ولادنا نعسو، ملي جينا ما لقيناش كرارسنا. ملي سولنا على شكون اللي دا لنا كرارسنا، لقينا الباشا والقيده هي اللي جات في الليل وبغطتنا وداتنا كل ما كان ملكو. وحنا هذا هو مصدر العيش ديالنا. هذه 40 سنه وانا في الكروسه ما عمر شي اعتداء جانا من السلطه. هذه العمده البلاد هي اللي شلات عندنا هذه الحملات ديال التطهير. واش هاد الناس الا مرادهم، هاد الناس ما مرادهمش في الكروسه، هادو راه مرادهم في المسكين، بغا يقضيو على المسكين. الا هاد الناس بغا يقضيو عندنا، يقضيو عندنا بشي طريقه اخرى، ماشي بهذه الطريقه هادي. اعطيونا شي تسممات ولا اعطيونا شي حاجه، ولا اعطيونا اوراقنا ندخلوا لهم البلاد، يعترفوا لنا نخرجوا حنا على خارج هذه البلاد هذه. هذه البلاد ما بقاش شي واحد كيحمينا. هاد الناس اللي جاوا لهاد الحكومه راه ناس ظالمين. انا ما غادي نخافوا الا الله وعاش الملك. هاد الناس اللي صبحوا اليوم هاد الحكومه راه جاوا ضد المسكين، جاوا باش يقضيو على المسكين. واليوم راه ما كنطالبوا من هاد الناس حتى شي حاجه. الا هاد الناس ما بغاوش هاد الكراس، حنا مستعدين نحيدوهم، ولكن البديل اعطيونا باش ندخلوا حتى حنا واحد القوت اليوم لاولادنا ما ياكلوا. ولكن هذا راه ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامه. حنا البارح جينا هما تتفرجوا فينا، حتى شي واحد ما نادانا نطلعوا عندنا، لا حوار لا والو. يعني حنا راه محسوبين كالكيلا ضد الله. والسلام عليكم. كاين اللي عنده 10 ديال النفوس، كاين اللي عنده 15 نفس، هي باش يتقوتوا. شخصيتي انا تنهضر معاك، عندي 67 سنه في العمر ديالي، عايش بالكروسه وعندي النفوس، وكل هاد القوم عايشه بهاد الكروسه اللي تخدموا بها. مدينه مراكش انه مدينه قديمه فيها التراب، وهاد الناس يجروا تيديو للديب وماشي بالقانون، ماشي دون القانون. وجاو في الليل الفندق تيهرسوا في الكراس في الربعه ديال الليل، ما كاين حتى حد، ما كاين اعلام. كون كان الاعلام يقول لك الاجال ديالكم 15 10 ديروا التوين، كون درنا التوين ما فرسنا تخينا كراس تيهرسوا تيدقدقوا. هذا راه ظلم. والكروسه عايشه بها انا، كل كروسه هنا عندها الاسره ديال 15 نفس 10 ديال النفوس بها باش تعيشوا. سيدنا الله ينصرو طالب الشباب وحقوق الشباب هو هذا. الشباب ما لقى ما يدير دار كروسه وتنقموا منه. اللهم انا هذا منكر، اللهم انا هذا منكر، هذا منكر. الشباب سيدنا الله ينصرو تيقول الشباب تيعاون الشباب، وفي الخطاب ديالو قال بانه الشباب غيتعاون معاه. الشباب ما لقى ما يدير دار الكروسه مشاو تنتقموا منه. الانتقام ما تيكونش بالكروسه، تيكون بواحد الطريقه تيقول لكم خرجوا البلاد ولا شو كيديروا. اليوم حنا تنطالبوا في الحقوق ديالنا. كروسه تجي شحال من نفس، ومدينه مراكش معروفه بالكراس، مدينه قديمه فيها التراب. حنا خدامين عما هاد السياح اللي تيقول لك حنا السياح ماش خدامين، حنا خدامين من السياح في الاوتيلات ديال السياح فين خدامين. اللي تيقول لك مدينه سياحيه، حنا خدامين عما السياح ما هماش خدامين. نجيبوا الرمله نهزوا التراب وعايشين عمام كما الخوت كاع عايشين. حنا هاد الناس اللي تشوفوا مضرورين، تنطلبوا من السيد يطلعوا بينا بالحقوق ديالنا. حنا تنطلبوا بالحقوق ديالنا، الا بغا يحيدوا هاد الكراس حنا مستعدين نتعاونوا معاهم، ولكن يعطيونا البديل فين يخدموا هاد الناس هادو. التشغيل ديال هاد الناس هادو فين بغا يمشيو هاد الشباب هادو؟ واش يضيعوا هاد الناس هادو؟ راه كاين اللي عنده عائلات، كاين اللي عنده الاولاد، كاين اللي هيركاري، كاين اللي ما عنده اللي يدخل ليه النضغه ديال الخبز، كاين اللي تابعوه هنا الضو والماء، كاين اللي معذب حياه ديالو، كاين اللي تيسير على والديه معوقين، كاين اللي مكرفص بالمعنى الكلمه. هاد الكروسه كاع اش تنصوروا فيها؟ يعطيونا حنا البديل. من غدا نجيبوها هي وبهم تنحطوها لهم هنا، من الصباح نجيبوها حتى لهنا، ما عندناش فيها المشكل، ولكن يعطيونا البديل حنا فين نتمعشوا. هاد الناس هادو راه كاملين مكرفصين، معذبين، مكرفصين بالمعنى الكلمه. نطلبوا من سيدنا يشوف من حالنا. حنا راه معذبين، راه جينا البارح لهنا ما لا شي واحد هضر معانا ولا شي واحد تسوق لينا. ماشي غير هنا، في جميع المركز تمشي تلقاك معاشو محقور، في جميع الطرقان محقور بالمعنى الكلمه. حنا هاد البلاصه هاد الشيء اللي درناه ما قدرنا نبيعوا الحشيش، ما قدرنا نسرقوا، ما قدرنا نديروا شي حاجه اللي هي ما هي هذيك، ما قدرنا نجميع الحوايج نديروهم، ولكن يحيدوا لنا حنا القوت اليومي ديالنا، يعطيونا البديل. حنا مستعدين نتعاونوا معاهم، ماشي نقيو غير المدينه، حنا مستعدين لجميع الحوايج، ولكن ماشي في هذه الطريقه هادو. كاين بلادنا دابا ضيعوا في كروستو، كاين اللي معذب مكرفص بنادم. لا اله الا الله محمد رسول الله. تنطلبوا من هاد الناس هادو يديروا معنا شي حل.